الجبر البقاء لله في الاستاذ احمد حفظ بقاء الله، وان شاء الله ربنا يعوضنا خير. طبعا فقدانه يعني شيء ما يقدرش يوصفه. الاستاذ احمد رجب كاتب نصف كلمه، كان هو ضمير الامه، كان هو المعبر عن كل فرد في مصر، غني فقير كبير صغير متعلم متعلم، كان ضمير الامه فعلا، وكان بيمثل هو وتوأمه الراحة اللي قبله 25 يوم الاستاذ مصطفى حسين، ثنائي يعني لم ترى الصحافه كان الاثنين معبران بشكل كبير عن احلام الامه وعن ضمير الامه وعن احزان الامه. ربنا عوضنا في قلبه ان شاء الله. نص كلمة لم ينساها الأستاذ خالد جبر من أحمد رجب. يعني أنا وكل المصريين كنا بنصطبح على نصف كلمة، فكل ما كتبه الأستاذ أحمد رجب محفور في أذهاني وأذهان الجميع. لكن طبعا نصف كلمة الأخيرة التي كتبها بما يشبه الوصية التي كتبها في 28 مايو الماضي، وهو ذكرى يعني إعلان رئيس السيسي رئيسا لمصر، هو ايضا تصادف ان هو يوم عيد ميلاد. هذه الكلمه اللي كان بيقول فيها الان يمكنني ان اموت وانا اترك في مصر رئيسا يرعى الله فيهم، رحم الله الكاتب الكبير احمد رجب، وعوضنا وعوض مصر عنه كل خير ان شاء الله. استاذ خالد جبر، ماذا تعلم من مدرسه احمد رجب؟ تعلمت منه الكلمة الصادقة، أيضا تعلمت منه الكلمة المعبرة. أستاذ أحمد رجب هو من اخترع التويتر قبل أن يوجد التويتر، الكلمة الناقدة، الكلمة المعبرة، الكلمة المختصرة المفيدة، كل هذه الأمور تعلمناها من أستاذ أحمد رجب، فضلا عن يعني سخريته النازعة التي يعني لا تضحك بقدر أو تضحك بقدر ما تبكي. إننا يعني تعودنا أن نسخر من أنفسنا، تعودنا أن إحنا بنضحك يعني على همومنا، كان بيضحكنا على همومنا وكان بيخلينا نفكر دايما. أستاذ خالد جبر، رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم، ماذا يفعل أستاذ خالد لكي يخلد اسم احمد رجب؟ كلنا علينا دور مهم ان احنا نخلد اسم الاستاذ احمد رجب. بنفكر في مؤسسة اخبار اليوم والاستاذ ياسر رزق رئيس مجلس الاداره واعضاء المجلس، بنفكر في ان نطلب اسم الاستاذ احمد رجب على القاعه في الاجتماعات الكبرى في المبنى التاريخي الذي انشاه مصطفى وعلي امين، حتى لو اطلقنا عليه عمود على اسم على عمود من أعمدة أخبار اليوم، هذا يكون معبرا كبيرا، لأن أحمد رجب كان عمودا من أعمدة أخبار اليوم الراسخة. بقاء لله يا أستاذ. بقاء لله وبعزي في شعب مصر كله. شكرا.